ما يحصل اليوم هو مقدمة لأيلول باسم شهر أيلول باسم ثالث غير سليمان فرنجية ولا جهاد أزعور، ومقدمة لقائد الجيش جوزيف عون. كل شيء معقول. نحن بالنسبة لنا بدنا رئيس جمهورية يعيد الحياة للمؤسسات ويعطي أمل للبنانيين، يكون عنده القدرة أنه يحصل على ثقتنا وثقة غيرنا، ووضع لبنان على خارطة النهوض وإعادة البناء. أي رئيس عنده هيدي القدرة نحن ما عندنا مشكلة معه. نحن اليوم منا بوضع النقي الأفضل لنا، اليوم علينا النقي القادر والمقبول من الجميع والقادر على النهوض بالبلد. اي حدا عنده هالمواصفات احنا ما قائد الجيش يحظى بثقتكم؟ اكيد يحظى بثقتنا، بس بيبقى لقائد الجيش انه يعلن عن مواقفه السياسيه يلي بعد لحديت هلا ما حدا منا بيعرفها. نحن عندنا ثقه فيه كقائد جيش، عندنا ثقه فيه كشخص، بس اليوم بما انه قائد الجيش لا يحق له الكلام بالسياسه، ما عم نقدر نعرف بالضبط شو مواقفه السياسية بالملفات المتعددة. حتما إذا انطرح اسمه على رئاسة الجمهورية بده يعلن عن هذه المواقف، ورح نقدر ناخد خيار وناخد قرار بناء على يلي رح يعلن عنه قائد الجيش. بلا تعديل دستوري؟ لا، لازم نعملها بحسب الأصول بحسب الدستور. لنختم رئاسيا وبصراحتك شيخ سامي جميل، نحن اليوم أمام فراغ طويل الأمد، إلى حين أن يتبلور شو؟ نحن بعتبر انه نحن اليوم منا بحالة انتظار، نحن بحالة صمود. في حدا عم بيحاول يفرض رئيس جمهورية ونحن عم نقول له لا، على امل انه يفهم انه منه قادر يفرض ويقبل انه يتشارك مع الاخرين هذا القرار، مش يكون عم يفرض على الاخرين القرار تبعه. وبالتالي نحن بالنسبة لنا بحالة صمود على انه حزب الله يتحمل مسؤوليته ويلاقينا على نص الطريق. ماليا ونقديا اليوم نحن امام ايام يعني حاسمه ودقيقه جدا. نواب الحاكم هددوا بالاستقاله، اليوم رئيس مئاتي والرئيس بري لم ينجحوا بتعيين حاكم جديد، فشلت الجلسه، لم يتم تامين النصاب. بدي رايك اول شيء بما كان يحصل لتعيين حاكم مصرف لبنان. نحن بنعتبر انه تعيين حاكم مصرف لبنان ما بيصير من دون رئيس جمهورية، بالاخص انه حاكم مصرف لبنان بيحلف يمين امام رئيس جمهورية، وبالتالي لا يجوز ان يتم تعيين حاكم مصرف لبنان على 6 سنوات بغياب رئيس جمهورية وبغياب حكومة شرعية وقائمة وبغياب مجلس نواب موجود وقادر كمان يعطي رأيه. نحن بالنسبة لنا اليوم الخيارات المطروحة هي خيارات انتحارية. التمديد لرياض سلامي هو خيار انتحاري، انه يصير في تعيين لحاكم جديد من دون رئيس جمهوريه بحكومه مستقيله خيار انتحاري، وانه نسلم مصرف لبنان لنواب الحاكم يلي اصلا ما بدهم وبدهم يستقيلوا من منصبهم ونصفي عم نروح على حارس قضائي وعلى هذا كمان خيار انتحاري. والحل ثلاث خيارات انتحاريه. الحل هو بالحل الهين والموجود والدستوري والقادرين انه ننجزه بكره على بكره، بس المهم نعبي بنزين بسياره 128 نائب بيروحوا ينتخبوا رئيس جمهوريه. هذا هو الحل الموجود القائم، ولكن نحن ما بدنا ناخذ هذا الحل لانه بدنا نترك الدوله مخطوفه. انا بعتبر اليوم ما حدا بيخيرني كيف بدي انتحر. اليوم بدي انتحر غرق او حرق أو قتل، بالنسبة لي هذا كله انتحار، والخيارات المطروحة خيارات انتحارية. أنا ما حدا رح يجبرني أنه شجع أو ادفش أو اقبل بخيار انتحاري. في خيار غير انتحاري وهو بالعكس الخيار الصح يلي هو لمصلحة لبنان ولمصلحة اللبنانيين، واللي قادر أنه يرد كل الترين على السكة أنه نروح ننتخب رئيس. بس متعسر هذا الخيار؟ مش متعسر، لأنه في ناس عم بيمنعوا. مين الرئيس بري يعني؟ لا، حزب الله والرئيس بري، مش الرئيس بري لوحده، حزب الله والرئيس بري وكل يلي اليوم عم بيقاطع جلسات انتخاب الرئيس ويلي ما عم يفتح الجلسات بإيد الرئيس بري. أكيد، ويلي عم بيقاطع كمان هو مسؤول. يلي ما عم بيدعي مسؤول رئيس بري، ويلي عم بيطير نصاب الجلسة كمان مسؤول. فنحن بنعتبر أنه هؤلاء مسؤولين عن كل الخيارات الانتحارية يلي موجودين اليوم بالبلد. طب منك مع أنه يستلموا نواب الحاكم
لحتى تسيير الامور يعني. بلى بالدستور بيقول اذا غاب الحاكم بيجي نائب الحاكم، ما بده شو بنعمل؟ التدقيق الجنائي، كنت يمكن تحركت اول ما تحرك وتقدمت يعني، واليوم تزعت قرار قضائي بانه ان يسلمك وزير المال نسخه عن تقرير شركه التدقيق الجنائي، تسلمت هذا التقرير؟ بعد ما تسلمنا هذا التقرير نحن ناطرين وزير المال معه مهله قصيره يتجاوب مع القرار القضائي اللي صدر عن مجلس الشورى الدولي. اذا ما اخذ القرار بتسليمنا هذا التقرير راح يترتب عليه عقوبات وراح يترتب عليه غرامات وراح يترتب عليه اذا بدك عدم الامتثال لقرارات قضائيه اللي هو جرم بحد ذاته. وبالتالي برايي انا وزير المال امام خيار تاريخي بالنسبه له هو على الصعيد الشخصي يلي هو الالتزام بقرار القضائي او عدم الالتزام بالقرار القضائي مع كل ما يمكن ان يترتب عن هذا الامر من ارتدادات. مع العلم كمان انه بدي اكد انه التقرير الجنائي هو من الاشياء القليله يلي نحن اتفقنا فيها مع الرئيس ميشيل عون وقتها هو مشي بعمليه تقرير التدقيق الجنائي بمصرف لبنان. في كثير ناس عم تقول هلا فقتوا، لا نحن من النهار الاول كنا داعمين خيار التدقيق الجنائي وكنا عم نطلب بتوسيع اطار التدقيق الجنائي ليشمل كل الوزارات وكل الكونترايات اللي كانت عم بتصير بكل الوزارات في لبنان. فحبيت اكد على هذا الموضوع عبر شاشه الاو تي في تاكد انه نحن من النهار الاول كنا داعمين موضوع التقرير الجنائي، واليوم يلي عم نعمله هو متابعه شغلي مقتنعين فيها من النهار الاول. لانه كثار حاولوا معرقله هذا الموضوع، واليوم اكتشفنا قد ايه كان التدقيق الجنائي اللي قاد معركه. هلا ما ننطر نشوف نتيجه التقرير، لانه في شغله كمان بالتقرير وهذه نحن حذرنا منها من وقتها، ونحن انتقدنا الحكومه و يلي كان تيار الوطني الحر بوقتها هو شريك اساسي فيها بانه نحط بهذا الكونترا انه لا يحق لاحد ان يستعمل هذا التقرير في اللجوء الى القضاء. يعني هذا التقرير بالكونترا بين الدوله اللبنانيه والفاريز لا يحق لاحد استعمال هذا التقرير لغايات قضائيه، وهذا البند مش لازم يكون موجود كان بالكونترا، ونحن حذرنا منه من وقتها، من وقت ما انعمل الكونترا مع الفاريز انه لا يجوز ان يكون هذا البند موجود بال بعقد الفاريز، لانه حتى اليوم اذا طلع اذا تسلمنا هذا التقرير رح نقدر نستعمله تنعرف شو صار، رح نقدر نستعمله لنقدر نحاسب بالسياسه ونقدر نحاسب بالبرلمان، بس ما رح نقدر نستعمله تنروح على القضاء، وهيدي هي المشكله اللي عم بتحذر وزير المال بشكل مباشر من انه امام ما بعرف عم بحذره بشكل مباشر انه اذا ما سلمنا هذا التقرير بيكون عم بيخالف قرار قضائي وهذا جرم قائم بحد ذاته. مش هيك نحن بنتمنى عليه، بعرف انه هو بالاخر بينفذ شو ما بقول ايده الرئيس بري هو منه مرجعيه قراره، في عنده مرجعيات وزير المال، منه هو اذا بدك ما اجى وزير لحاله، في حدا سميه الرئيس بري عم بتقول الرئيس بري سميه، وبالتالي حتما بمحل معين بده ينطر يشوف شو التعليمات اللي رح تجي. ولكن بدي اقول انه هو على صعيد شخصي هو اللي رح يتعاقب مش الرئيس بري. لا لأنه سبقتني لانه القرار القضائي طلع بحقه، واذا هو ما سلم هذا التقرير هو اللي رح يتعاقب. يعني هلا انا بدي اسالك، سامي الجميل يحذر نبيه بري؟ انا عم بحذر كل السلطه، نحن هذا التقرير ملك الشعب اللبناني، هذا التقرير هو لنا للناس وحقنا انه يكون بحوزتنا، ولازم انه يتسلم للمجلس النيابي وللنواب كرمال تقدروا يعملوا شغل. واذا طلع في عقوبات شو مرجعيته ستحميه؟ لا نحن بلبنان تنشوف.